حتى نعيد. جينا نسطرو هنايا، درت حريشة وقد شوية الدنيا. انتوا معنا الجو الحمد لله صبح مزيان شوية. زدنا هنايا ديك الدراقيات الخشيبات زدناهم. بغيت نقول لكم صاحبتي جات من المغرب وجابت لي معاها الكرافس والمعدنوس والقزبور باش نزرعهم، وكذلك جابت لي الشيبه راني ديجا زرعتها البارح، ومازال غادي تجيب لي النعناع الفليوي وغادي نزرعو معاكم. جيت زرعتهم في العشيه ما لقيتش نصور لكم، فالله يجازيها بخير. فبلاتي غادي نزرع معكم ان شاء الله المعدنوس والكرافس، القزبور ديجا راني زرعته وان شاء الله انتم معنا. بالنسبه لديك الرخامه اللي غادي نركبو ان شاء الله، هذه جبنا واحد الخشبه ها هي لصقناها ما بين دخلناها هنايا ما بين هذا البلاكار وهاد الرخامه، وغادي نديروا لها هذا باش هذا الرجل باش تقبض مزيان وحتى انا بحال هكا. دابا غير بالخشبه وهي رصات واخا ثقيله بزاف، وغادي نديروا لها هاد الرجيله هكا باش تقبض مزيان.
هذيك الخشبة غنصبغوها الكحل. هاد اللصق هذا فيه جوج ديال الانواع، خص لابد الواحد ما يحركو باش عاد يعطي المفعول ديالو. يخلط اللصق الاول مع اللصق الثاني بها كنديرو له هكا. ها هو هذا ديال الالومنيوم، اللصق ديال الالومنيوم. وها هو الميزان تقاد، الطبلة إذا مقادة. وها حنا ركبنا الرخامة، وهي جات هكا. هنايا حتى نديرو لها عاوتاني شي صباغ في الكحل باش تبان مزيانة. وهنايا البلاكا غير تحلات، كتحل كلها، يعني مكتحبسهاش الرجل. يا هاو
وبغيت نقول لكم بان صوبنا هاد السور ديال الخشب، يعني غطينا مع الجيران ديالنا، غطينا بهاد السور، غطينا راسنا من الجيران. هنايا درنا سخوتين هادو كيقولوا لهم، وكذلك هنا درناهم وشطنا هاد الخشب هذا اللي هنايا، وقلنا نديرو به يعني خم للدجاج. بالنسبه للغازو اللي درنا هو راه بدا كيكبر شويه. ان شاء الله سيمانه ولا جوج غيرجع مزيان. والغازو الاخر هو كيقصو. هادو النعناع اللي قلت لكم غرست البارح، اللي جابت لي صاحبتي من المغرب، هو والشيبه، واحد العشبه اخرى كذلك. حنا كنديروا لهم دابا شويه الغبار، ها هو الغبار، وغادي نغرسوهم لان هاد اليومين الشتاء ما غاديش تكون الشتاء في هولندا، فخصنا نغرس نسقيهم لدا. هذا النعناع كنت ديجا غرستو، الحمد لله راه مزيان دابا راه طالع.
غرسناهم حدا الباب باش يجيوني ساهلين، بقى نجبدهم وان شاء الله نصوب بهم اتاي ان شاء الله يا ربي يكبروا. ومع جاو من المغرب راهم عندي عزازين بزاف. تما النعناع راه مازال كيسقي فيه، وبغيت نوريكم الجلبانه راه حتى هي بدات كتكبر. ها هي الحمد لله. والفول خلاص راكم ديجا شايفينه حتى هو تبارك الله راه المهم راه الفول والخضرات اللي وريتكم والنعدنوس والقزبور عفوا المعدنوس غادي نصوبو، النعناع والشباه هما هنايا، والغازو كيف ما كتشوفوا احنا قديناه نقصنا منه رجع غزال. نتمنى السيمانه الجايه هذا كيكبر حتى هو. دابا كيقلب ديك البلاصه كيقلب الارض باش نديرو تما الكرافس والمعدنوس. انا قلت لكم النعناع والشيبه، هنا كذلك النعناع لهيه في حدا الباب درنا قزبور، وكذلك موراه الفول جلبانه بصلات ثومه. المهم هنايا قدام باش يجيني قدام الدار، فوقاش ما بغيتي حاجه نخرج غير من الباب ونجيب ان شاء الله. فهنايا راه كيقلب الارض باش نديرو ان شاء الله معدنوس وكرافس. وها هو المعدنوس وها هو الكرافس. هذا المعدنوس
وهذا الكرافس. نديرو في هاد القنفل، وهذا هو هاد الشجرات كيحمقوا العروش ديالهم ولا الريحه ديالهم. كنا غنحيدو كي بحال ريحه الياسمين، كنا غنحيدو عريشات منهم نمشيو نغرسوهم لها يكبروا عندنا الجهه ديال فين كنجلسوا. هادو جيراننا تاهما عندهم العواد، فرقنا بيننا وبينهم فرقنا كذلك واحد الواد صغير كيف ما كتشوفوا. Thank you.